وانتوا طلبتوا مني الكبسه اكتر من مره، فالنهارده هنعملها مع بعض. كل واحد فينا زي ما قلت اي وصفه في الحياه بيعملها بطريقته. تعالوا نشوف النهارده الكبسه هنعملها ازاي، وهل هي قريبه للوصفه اللي انت بتعمليها في البيت. كل ده هنشوفه مع بعض، وهنستقبل تليفوناتكم ان شاء الله معاكم من الساعه 2 ل 3. اي اتصال معاكم هيبقى على الهوا، وهنشوف مع بعض كل واحد فينا بيعمل طريقه الكبسه ازاي. ومعنا بقى كذا كده صنف من الحاجات اللي بتحط جنب الكبسه، بس هنبدا الاول بالكبسه. وطبعا انا سلقه اللحمه بتاعتي، موزه، اي قطعيه لحمه انت بتحبي تحطيها في الكبسه، ونقدر نشيل اللحمه ونحط كمان فراخ لو احنا حابين نعمل الكبسه بالفراخ. يلا بينا بقى نبدا على طول، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل على طول مع بعض، او نقول المكونات الاول ونبدا على طول في الوصفه. طيب معانا طريقه الكبسه اللي باللحمه، معانا زيت وزبده، ودول اساسي عشان نحمر فيهم الحاجات اللي هنعملها دلوقتي. معانا ورق راولي وحبهان وليمون مجفف، وكمان معانا عدان قرفه وبصل مفروم، ومعانا اللحمه مسلوقه بشوربتها، ومعانا رز بسمتي، ومعانا جزر مبشور وطماطم مبشوره، معانا زبيب، ومعانا ملح وفلفل اسود، ومعانا كمان بهارات كبسه ومرق وكركم وميه مغليه عشان يساوي فيها الرز. تمام كده؟ تمام. هنجيب الحله بتاعتنا. طبعا احنا هنساوي كل الكلام الحلو ده بشوربه اللحمه، بيخلي طعم بقى الكبسه كده او الرز بتاعنا بيبقى حلو جدا. طيب هننقل اللحمه بتاعتنا اهي، ونحط الحله بتاعتنا الحلوه الكبيره دي عشان خاطر يبقى في مساحه ان الرز بتاعي، نشيل التليفون الجميل ده اللي احنا حاطينه هنا، نعمله سايلنت عشان نسينا، ونبدا على طول. طيب بنسخن الحله بتاعتنا وهنبدا على طول. طيب انا جايبه قطعيه لحمه بتاخد سوى زياده. طيب انا جايبه اشوف عندي قطعيه لحمه اقدر اسويها في الوصفه. بنعمل ايه؟ اول حاجه بننزل كده بحته سمنه بحته زبده مع شويه زيت، وبنبدا نحمر حته اللحمه بتاعتنا لو احنا متاكدين انها القطعيه دي بتستوي بسرعه، يعني ما بتاخدش وقت في التسويه، فهتاخد يا دوبك على قد التسويه او على قد تسويه الكبسه بتاعتي. طيب انا القطعيه ما اعرفش هي موزه، هي ايه، هي من اني قطعيه في العجل بتاعي، هعمل ايه؟ هقوم واخداها غلوتين ثلاثه عشان خاطر ابدا اساوي الوصفه بتاعتي كويس، ما تطلعش بتشد مني وتبقى وحشه. يلا بينا كده نسمي بالله ونحط الزيت بتاعنا شويه صغيرين. طيب الزيت ليه مع السمنه؟ عشان برضو يديني لمعه حلوه كده للرز بتاعي. هنجيب معلقه خشب، بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد كده ايه سمنه معلقه كبيره عشان هنساوي فيها كل الكلام الحلو ده. طبعا هي لسه الحله بتاعتنا ما قالتش يا هادي، يعني ما سخنتش، قلنا نحطها تسخن. استاذه ياسمين قالت رجعوها ورا، فاحنا لازم اول ما تقول رجعوها ورا نقوم مرجعينها ورا على طول. اهو بسمع الكلام، مؤدبه. طيب هنعمل ايه؟ هناخد عيدان القرفه اهو، ناخد كام عود كده حلو عشان يدينا نكهه حلوه كده للوصفه بتاعتنا، وناخد ورق الروري اهو معانا بقى هنا في الوصفه. تقدري تحطي حبهان مطحون او حبهان صحيح، انا حاطه حبهان مطحون عشان خاطر دايما ما بنعرفش كده نطلعه من الرز، فبتلاقيه بيجي تحت سناننا كده فبيدينا طعم مش حلو، فاحنا دايما لما نلاقي حاجه هتقلب معانا الوصفه لحاجه مش حلوه نستثنيها خالص ونحط البديل بتاعها عشان يدينا الطعم بس. اول كده ما يبدا السمنه او الماده الدهنيه بتاعتنا تبدا تسخن، هقوم منزله بقيه المكونات بتاعتنا ونشتغل على طول. طيب اهي زي ما انتم شايفين كده السمنه بتاعتنا بدات تسخن، هنحط البصل، بسم الله الرحمن الرحيم. اي حاجه في الوصفه دي بتعمل ايه بقى؟ يعني انا عامله مثلا كيلو رز هعمل بصلتين، طب انا عامله كميه اكتر، طب انا عامله كميه اقل، حسب الكميه اللي انت بتعمليها بتبداي تقللي وتكتري من كميات الحاجات اللي انت بتحطيها، ان كان بصل، ان كان جزر، ان كان ثوم، ان كان التوابل، اي حاجه بنحطها بنقلل على حسب كميه الرز واللحمه اللي معانا. تمام؟ طيب هنبدا نقلب كده البصلايه. انا البصل مش عايزاه متحمر، انا دايما بقول المعلومه دي، انا عايزاه متدبل، يعني يا دوبك كده ريحته تطلع يدبل كده مع المادة الدهنية اللي احنا حاطينها، نبدأ نضيف بقية المكونات بتاعتنا. ماشي؟ ونقول ألو يا حبيبة. أنا بحب حضرتك جدا. وأنا بحبك جدا، تسلميلي، إيه الصباح الحلو ده؟ ربنا يخليك، أنا بحب حضرتك جدا 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 وبتابع حضرتك على طول. تسلميلي يا قلبي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يعزك. تكفي الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها لنا دي. حبيبتي، ربنا يخليك يا رب.
قولي لي بقى، تعرفي تعملي الكبسه؟ لا لا. حلو الصراحه الجميله دي، حلو قوي. طب شوفي الوصفه معانا النهارده، وانا متاكده ان انت هتستسهليها بعد كده، احنا هنمشي مع بعض خطوه بخطوه وتقدري تعمليها يا حبيبه. شكرا لاتصالك يا قلبي، شكرا ليكي يا روحي. بصوا اهو، بتاخدي كده اتصال على الصبح كده وتقلك كلمه حلوه بتبقي مبسوطه طبعا. ادي كده، بص ريحه القرفه مع الورق الروري مع البصل، حاجه عظمه. طيب هنعمل ايه بقى في المرحله دي؟ انا بدور على اشيائي كده واجهزها. انا هاخد الجزر. طيب الجزر بياخد تسويه شويه، وانا مش عايزاه بيقرش، انا عايزه احتفظ بلونه وعايزه احتفظ بطعمه ويبقى مش مهري معايا في الوصفه، بس هو من اكتر الحاجات اللي احنا محتاجين ننزلها دلوقتي عشان خاطر نديها تقليبه حلوه كده. فده ندور دايما على الحاجه اللي بتاخد مننا تسويه اكتر شويه، فننزل بيها الاول. اهو هناخد قرن الفلفل الحلو ده وننزله، ده بيديني طعم وبيديني كمان كده ايه، ساعات تلاقي سنه سبايسي شويه لو انت بتحبي الحاجه السبايسي. ونقول الو يا ام محمد. الو 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 الو، صباح الفل، ازيك يا ام محمد عامله ايه؟ الحمد عليكم لله. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، ازيك يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ الحمد لله والله بالنعمة، الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، اموريني يا قلبي. معاكي سامعاكي، اموريني يا ام محمد. طب ارجعي اتصلي بينا تاني يا قلبي، شكرا لاتصالك يا حبيبتي. طيب الليمون المجفف اللي احنا بنحطه في الكبسه اساسي، مفروض ان انا انزله من بدري. ايوه لومي، ايوه شاطره يا ياسمينه، شاطره يا قلبي. اهو نزلنا منه كام واحده، ممكن تحطي اتنين، واحده ثلاثه، على حسب قلنا الكميه اللي بنعملها. ونقلبها كده في الحاجه بتاعتنا. طيب انا هعمل حاجه خطوه حلوه قوي معاكم دلوقتي. للناس اللي بتروح عند العطار وما عندهاش فكره احنا بنعمل الكبسه دي ازاي او مكونات التوابل بتاعتها ايه، هنجيب الكركم بتاعنا. احنا كان معانا بابريكا، بصوا كميه الكركم كتيره حلوه وفيره. طب ليه؟ بتديني لون وطعم في الوصفه بتاعت الكبسه حلوه جدا. فاول حاجه حطيناها في الطبق اهي معانا، طبق الخشب الجميل ده اهو، ومعانا هنا ده الحبهان المطحون، احنا هناخد شويه صغيرين منها تمام. ومعانا هنا ده ايه ده يا قلبي، النعناع، نعناع مجفف. ومعانا هنا بقى ثوم بودر وبصل بودر، هنقوم جايبين كده. انتوا ما حطيتوليش بهارات الكبسه اهو يا حسنه، والله جايباها يا قلبي. ماشي، عشان دي مهمه بهارات الكبسه. احنا بنروح عند العطار وبنقول له احنا عايزين بهارات كبسه، لان في بهارات لحمه، بهارات كبسه، بهارات فراخ، بيبقى عند العطار في كل حاجه انت عايزاها، او من السوبر ماركت تقدري تعملي برضو، تروحي وتقري من الاستندات اللي محطوطه بتلاقي برضو توابل كبسه، فده بتسهل عليكي. طيب اضيف عليها ايه؟ نضيف عليها اللي انا بحطه ده. واحيانا في توابل كبسه بيبقى فيها كركم وفيها البابريكا وفيها كل حاجه، لو انت حد مالكيش في الطبخ قوي ولسه مبتدئه، جيبي الباكت ده حطي منه معلقتين على كميه الكبسه اللي انت بتعمليها، هيديكي طعم رهيب وهتبقى حلوه جدا تمام. طيب ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده عشان طعم الكبسه بيفرق من التوابل اللي احنا بنحطها، هو ده اللي بيميزها وبيخليها كبسه، لان هي في الاخر رز ولحمه. طب ايه اللي بيخلينا نفرق ده عن ده؟ التتبيله او التوابل اللي احنا بنحطها. ماشي، هنا هنحط شويه كركم اهو، وانا مستنيه بس البهارات بتاعتي. ومعانا هنا مكعب مرق هنحطه على الجزر والبصل اهو، ونفركه كده حلو قوي عشان ما يبقاش مكلكع معايا. بصوا احنا ماشيين خطوه خطوه اهو، حطينا هنا ايه، حطينا ورق رولي، حطينا القرفه العيدان، وحطينا قرن الفلفل الحلو ده، وحطينا اللومي اللي هو الليمون المجفف، وحطينا كمان البصل والجزر، وكل ده احنا بنشوح مع بعض اهو. ماشي الكلام، انا هزود بس شويه زيت لان انا حاسه ان الماده الدهنيه قليله اهو، وانا عايزه كده ايه ادي طعم وتلميعه حلوه كده للوصفه بتاعتي. عارفين انا بلمعك، هو ده بس كده.
تمام. طيب هعمل ايه؟ هقلب الحاجات دي واحطها لحد ما يجيبوا لي التوابل الباقيه بتاعتي. بصوا كميه توابل حلوه يعني مش قليله. هقوم عامله ايه بقى؟ هاخد كده الكلام ده كله ونازله بيه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فين يا قلبي؟ كمان ماشي اهو ونقلب. حد هيقول لي يا شيف التوابل دي كتير؟ لا التوابل دي حلوه جدا على كميه الرز واللحمه اللي انا عاملاها. تمام. ونقول الو يا ام مي. مساجده يا ام مساجده. انت قلتي لي ام مي. انا ام مي واحد. انتوا كلكم حبايبي على راسي. حبيبتي حبيبه قلبي. عامله ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله والله يا روحي. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي زي الفل. ايه رايك في النهارده في الكبسه اللي احنا بنعملها؟ تسلم ايدك يا روحي. تعملي بصي بقى وسالقين اللحمه ومظبطين الدنيا والدنيا عظمه. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي. تعملي ربنا يخليكي. عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله زي الفل. سلم عليكم. الحمد لله يا حبيبتي. تسلمي لي يا روحي. ربنا يخليكي. ليكي اي طلب؟ لا يا حبيبتي شكرا. تسلمي يا حبيبتي شكرا لذوقك. مع السلامه. المزاج بقى. بصوا بقى انا جايبه القطعه اللحمه بتاعتي عامله بموزه ومقطعاها كده دواير حلوه كده، بس هي طبعا مع التسويه بتكش وبتفرد والحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها دي اهو. بصوا واخده التسويه ثلاث ارباع سوى عشان تكمل، وما رضيتش اقطعها لان ايه الكبسه يعني بيسموها ايه يا ياسمين؟ هبر. عارفين القطعه القيمه الحلوه دي؟ هي دي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنا بتقول حاجة ونقل. تشويحة صغيرة جدا اللحمة مع الحاجات الحلوة اللي احنا حطيناها دي كلها. وهقوم عاملة ايه بقى؟ انا كل ده ما حطيتش الطماطم. طب ليه؟ ما احنا المفروض كنا حطيناها قبل اللحم. لا انا مش عايزة الطماطم بتاعتي اسبكها، انا عايزة ادي لون بيها بس. لو انا حطيت الطماطم قبل ما احط اللحمة وسبتها تتسبك هتقلب معايا الصلصة، وانا مش عايزاها صلصة خالص، انا عايزه اطعم بيها بس. بسم الله الرحمن الرحيم. السكر بتاعي فين؟ ايوه. وهنقوم بقى عاملين ايه في المرحله دي؟ جايبين معلقه سكر بني، سكر ابيض، اللي انت حابه تحطيه. هناخد بقى ايه مع الطماطم كده معلقه صغيره من السكر ونقلب. ومعانا مين؟ الو يا سمر. الو. اهلا وسهلا. الحمد لله يا حبيبتي. ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. عامله حضرتك؟ اتفضلي يا حبيبتي زي الفل الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. قولي لي بتعرفي تعملي الكبسه ولا لا؟ اه بتعرفي تعمليها؟ تعمليها بطريقتنا كده ولا ليكي طريقه تانية فيها؟ لا نفس الطريقه. اه نسينا تصدقي. عايزه تفكريني. عايزه وبعدين بقى يا سمر بقى وبعدين؟ ده احنا لسه عاملينها. طب هقول لك يا قلبي ارجعي لقناه هي على الفيسبوك واليوتيوب هتلاقي الوصفه احنا لسه عاملينها اول امبارح يا حسنه. ماشي. اول امبارح تقريبا. ماشي يا قلبي شكرا ليك يا حبيبتي. بصوا بقى ثانيه واحده اديني فرصتي. بصوا بقى انا نسيت وكنت هحط ميه، وهو المفروض ان احنا معانا شوربه. معلش بس ايه سهوه مني يعني ده عادي. هنقوم عاملين ايه؟ مش لاقيه مصفى مش هتصرف. لا هتصرف. انا مش عايزه اخد البصله اللي انا سلقت فيها اللحمه فهعمل كده اهو. بصوا عشان بصوا الحبهان والحاجات دي برده ما تجيش معايا اي حاجه كده زياده. انا حاطه كل حاجتي ومظبطه الدنيا ومش عايزه اكتر من كده اهو. بصوا نحط بقى ايه مقدار كده الشوربه اللي احنا عايزينه عشان خاطر نساوي فيه الرز. كل حاجه محطوطه هنا واخده حقها في التسويه، وكمان اللحمه بتاعتي مستويه. ايه اللي ناقص معانا يستوي في الكبسه؟ الرز بس كده. نحط حبه كمان، نحط حبه كمان ونشوف. تعالوا بقى نقلب كده تقليبه حلوه اهو، وناخد بقى الملح بتاعنا ونظبط الملح بتاعنا. بسم الله اهو بس كده. شويه من الفلفل الاسود لان احنا ما حطيناهوش اهو، ونبدا نقلب. يعني استنى تغلي يا استاذه ياسمين ولا نمشي بجد؟ طيب احنا هنحط الرز. هي شاطره. هنحط الرز بتاعنا دول كيس رز يعني كيلو رز طبعا بسمتي اهو
اللون ده اللي هو اللون البني ده الرز السعودي بتاعنا. ماشي، هنقوم عاملين ايه؟ بسم الله، حاطينه ومقلبين تقليبه وقافلين عليه بقى يستوي براحته، عشان نرجع بقى بعد الفاصل نعمل بقيه الحاجات الحلوه بتاعتنا. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هزود شويه شوربه تاني واشوف الحدق بتاعه، يعني هو كده ملحه مظبوط ولا لا، وهطلع فاصل صغير خالص وهرجع معاكم تاني، هسيبه بقى يستوي بعد ما ازود الشوربه. فاصل وراجعين.